معنا من السعودية أختنا عبير. السلام عليكم يا عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم لبس البلايز اللي فيها صور؟ البلايز اللي فيها صور؟ نعم. طيب أنا أسألك أنت يا عبير، لما تنزلي للسوق تشتري بلايز، ليش تشتري اللي فيها صور؟ ليه ما تشترين غيرها؟ الموضة كذا، ما نلقى إلا كذا. ما يعني صعب الواحد يلاقي غيرها. ها؟ إيه. طيب إن شاء الله تسمعي الجواب. أختنا عبير من السعودية، بنتنا عبير الحقيقة، أنا يعني هو سؤال ورد منها لكنه سؤال يستحق شيء من التعليق في نظري. تقول أنها حتى سألناها، تقول أول شيء ما حكم لبس البلايز التي فيها صور؟ وقلنا ليش ما تشترين بلايز ما فيها صور؟ قالت يصعب أن نجد. نعم. هذه مشكلة والله، تكون أسواق المسلمين يصعب على الإنسان أن يجد فيها ملابس يعني ينطبق عليها الوصف الشرعي، والله هذه مشكلة. نعم. هي إشكالية على كل حال، وهي معاناة، لكن إشكاليتها يمكن أن تنشأ من أمرين. طيب. ليس فقط عدم وجود هذا في السوق، بل فتنة كثير من النساء بموضوع الموضة. والموضة هي متابعة الجديد والحديث الذي تصدره دور الأزياء. نعم. دور الأزياء لا ترتسم بأخلاق. نعم. لا ترتسم بدين. صحيح. لا ترتسم بقواعد. هي دور أزياء تبحث عما يبرز المفاتن ويظهر المرأة بما يغري بها. وبالتالي فإنه ينبغي لنا أهل الإسلام أن نضبط ما يصل إلينا بضوابط الشرع. نحن أمة ذات رسالة، أمة تحقق العبودية لله جل وعلا في كل شؤونها، في مأكلها ومشربها وملبسها واجتماعها وكل شؤونها، في صلتها بالله وفي صلتها بالخلق. لذلك ينبغي أن نميز، ما هو كل موضة تأتي هي التي ينبغي أن نسير وراءها. التميز في أن تكون صاحب رؤية. التميز يا أختي هو أن 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 أن, أن يكون لنا حس نعرف به ما يرضي الله تعالى مما لا يرضيه. إن رضا الناس بهذه المفاتن مؤقت ويزول، لكن رضا الله هو الذي ينبغي أن يشترى ويطلب، لأنه الذي يبقى نفعه في الدنيا والآخرة. كم من مرأة تابعت هذه الموضات ولاحقتها لكن ليس فيها نور ولا لها بهاء، وكم من مرأة تلبس المبتذل من الثياب والقليل من الزينة لكن فيها من البهاء والنور والزكاة ما يلقيه الله تعالى عليها، ويطيب بها من ينظرها وينجذب إليها من يراها، وهي في زيها المعتاد الذي لا يخرج عن الحشمة والصيانة. وهنا أنبه أن بعض النساء من تقدم من سلف الأمة كنا يحرصن على قيام الليل. لماذا؟ سؤال. طيب لماذا؟ لأنه يكسب الوجه نظارة. الله أكبر. فهذا المعنى لماذا لا نسلكه؟ لماذا لا نحرص عليه؟ إنه هذه النظارة التي نسعى إليها ليست بالمكياج التي تنثر على الوجه ولا باللباس الذي يزيى به البدن، إنما هو أمر وراء ذلك. الله تعالى قل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير. أفضل. لا يعني هذا أنه لا تتجمل. نعم. الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أفيكون هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. لكن فرق بين أني أسعى إلى الجمال الذي يرضي الله، وبين أن يسعى إلى جمال ينتهك به حدود الله تعالى. نعم. هذا ما يتعلق بالموضة. ما طيب. يتعلق بالأسواق، أنا أقول على وزارة التجارة وعلى المسؤولين على الأسواق وعلى التجار مسؤولية كبرى في بذل ما يصون المرأة المسلمة ويحقق لها ما تشتهي وترغب من الزينة. نعم. وهذا لو احتسبه الإنسان لوجد بركته في رزقه. الله. وبركته في أهله وبركته في انتشار وتوسع تجارته. فأدعو التجار إلى احتساب هذا والمجيء بما يوافق الشرع مما اجتمعت عليه الكلمة. نعم. ويحصل به الذوق العام ويحفظ به مجتمع المسلمين. ما يتعلق بالسؤال المباشر، أيوه، لبس الصورة. نعم. لبس الصورة من العلماء من يرى أنه محرم. وهذا قل جماعات من أهل العلم، لأن لبس الصورة في الحقيقة هو رفع لها وتعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سترا عليه صورة هتكه ومزقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على أنه لا يجوز لبس الصورة المرفوعة. طيب. يؤثر هذا تأثير آخر وهو فيما يتعلق بالصلاة. نعم. جماهير أو جماعة من أهل العلم، نعم، يرون أن الصلاة إذا كانت بثوب فيه صورة لا تصح، والصواب أن الصلاة صحيحة لكنه يأثم،
أجره قاصر بهذه الصورة. طيب ما هي الصورة؟ ما هي الصورة؟ ما هي الصورة التي تأخذ هذه الأحكام؟ أيوة. الصورة هي صورة ذات الأرواح. طيب. ذات الروح. طيب. يعني ما فيه روح من من حيوان أو إنسان. نعم. وسواء كان الإنسان هذا إنسان معروف أو إنسان غير معروف. طيب. حتى لو كان إنسان تخيلي بمعنى أنه رأس وسائر الأجزاء. نعم. الأجزاء لكن تخيله لا تطابق على صورة حقيقية. فكذلك لكن الصور ذات الـ التي ليس لها معنى التخيلية اللي أشبه ما يكون بصور كثير من الكرتونات تفاحة تضع لها عين وفم هذه ليست بصورة هذه لا حرج في لبسها. جميل جزاك الله خير.